ثم الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج متفوقي الجامعة للعام الجامعي 2011-2012. الدوحة تستضيف غدا القمة العربية وتمنح مقعد سوريا لخصوم النظام، وحرب التصفيات داخل المجموعات المسلحة تصيب قائد الجيش الحر رياض الأسعد. المعارضة المصرية تنتقد تهديدات مرسي لها، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لا يزال مستمرا. نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية، أهلا بكم. انتهى اجتماع أعضاء مجلس الأمة الذي دعا إليه رئيس المجلس بالإنابة اليوم إلى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ رؤية سمو الأمير التي أعلنها سموه في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس على أرض الواقع، وخصوصا فيما يخص التشريعات في مجلس الأمة التي تحقق متطلبات المواطن الكويتي في جميع المجالات، وخصوصا المتعلقة منها بالشباب. والذين احتفلت جامعة الكويت تحت رعاية وحضور سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتخريج كوكب منهم صباح اليوم من حملة الدكتوراه ومتفوقي الجامعة للعام الجامعي 2011-2012. تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد، شهدت جامعة الكويت حفل توزيع الشهادات الجامعية للطلبة المتفوقين للعام 2011-2012، وحضر الحفل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. في يوم جميل من أيام الكويت الخالدة يتجدد اللقاء برعاية أبوية سامية حرصت كل عام على تكريم أبناء الكويت المتفوقين. واليوم خريجو جامعة الكويت للعام الدراسي 2011-2012 يعيشون أجواء الفرحة والابتهاج ليرفعون إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أسمى آيات الشكر والامتنان على رعايته السامية وعلى ما أحاط به العلم والعلماء من رعاية، وما حرص به أبناءكم الطلبة من دعم ليواصلوا مسيرة بناء وطن آمن بالعلم طريقاً للنهوض وتحقيق الآمال والغايات. وخلال الحفل ألقى مدير جامعة الكويت دكتور عبد اللطيف البدر كلمة بمناسبة الحفل أكد فيها المضي قدما من أجل تعليم يواكب متطلبات العصر وسوق العمل. حضرة صاحب السمو، أستاذن سموكم لأبارك باسم الهيئة الأكاديمية وأسرة الجامعة لأبنائكم الخريجين وبناتكم الخريجات نجاحهم وتفوقهم، وأهنئهم وذويهم وأهل الكويت جميعاً بالشرف الكبير الذي سيبقى مثار فخرهم واعتزازهم لاستلام وثائق هذا النجاح والتفوق في هذا اليوم المبارك. ولا يسعنا إلا أن نشد على أيديهم مباركين ومهنئين، آملين أن يكونوا على قدر المسؤولية وحجم الأمانة وعظم التحديات التي يمكن أن تواجههم في سبيل الارتقاء بالوطن. وثمنت الطالبة المتفوقة دار الكنيمش التي ألقت كلمة بالنيابة عن الطلبة المتفوقين حضور ورعاية سمو أمير البلاد تقديرا لهم، متعهدين بمواصلة بذل العطاء والعمل لرفعة الكويت. الحفل شهد عرض فيلم وثائقي عن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وعقبه توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين. اتفق أعضاء مجلس الأمة اليوم بعد نهاية اجتماعهم مع رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تضع تصورا لكيفية تنفيذ تطلعات سمو الأمير في شتى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الاتفاق انتهى إلى تشكيل هذه اللجنة من ممثلين من الكتل النيابية إضافة إلى بعض المستقلين. انتهى اجتماع رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج مع 25 نائبا بالاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للنظر في الملاحظات التي أبداها سمو أمير البلاد خلال ترأس سموه لاجتماع مجلس الوزراء يوم أمس. وأشاد الخرينج عقب اجتماع اليوم بالجهود المبذولة على جميع الأصعدة من أجل ترجمة وتنفيذ رؤية سمو الأمير. تشكل يعني لجنة برلمانية، واقترحت أن تكون من كل كتلة برلمانية عضو على أساس لمتابعة توصيات سمو الأمير
اللي جاء في اجتماع مع أعضاء الحكومة أمس، وأنا متأكد إن شاء الله أن هذه يعني اللجنة إن شاء الله ستقوم بمهامها من أجل أن نحاول أن نتعاون فيما بيننا من أجل إنجاز كافة المشاريع إن شاء الله المستقبلية. النواب من جانبهم أشاروا إلى عدد من الموضوعات التي تمت مناقشتها بالاجتماع كالقضايا الشبابية والاجتماعية والاقتصادية، متطلعين إلى سرعة إنجاز التشريعات الخاصة بالقضايا المطروحة. كان اجتماع موفق من أجل رسم السياسة العامة والخطة لمجلس الأمة، وطبعا الاجتماع نقل رؤية صاحب السمو أمير البلاد الله يحفظه من أجل جعل الكويت مركز مالي وتجاري. أنا أعتقد قضية رئيسية وهي قضية تعطيل المشاريع، مشاريع الصحة بشكل عام، يعني ليش متأخرة؟ أسبابها ولابد تفعل القضايا التنموية بشكل أكثر، محافظة على رؤوس الأموال الكويتية داخل، خلق فرص عمل، كلام جيد. واحتمالنا تصير لجنة مشكلة من بعض الكتل في المجلس والمستقلين يأخذون تصوراتهم ويروحون في حق صاحب السمو وش الأشياء اللي راح يحاولون يشرعون لها. اللجنة التي تم الاتفاق عليها سيكون لها مقترحا خاصا للجلسة المقبلة، وستتكون اللجنة من ممثلين عن الكتل البرلمانية الموجودة إضافة لعدد من المستقلين. الآن أعتقد سيتم التقدم باقتراح معين في الجلسة القادمة فيها. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت. رفضت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة الطلب الحكومي لتعديل المادة العاشرة من قانون العمل في القطاع الأهلي الذي تم إقراره قبل شهرين، ووافقت على طلب تعديل المادة التاسعة منه. كما أكد مقرر اللجنة هاني شمس أن اللجنة وجهت رسالة لمجلس الأمة تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية في ملف العلاج في الخارج منذ عام 2009 ولغاية 2013. راح تكون هناك رسالة من اللجنة إلى المجلس بطلب الموافقة بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق من 2009 إلى 2013 في موضوع المخالفات الإدارية والمالية اللي موجودة في العلاج بالخارج، لأن كون اللجنة مكلفة في هذا الملف بالتحقيق فيه، فأيضا نبي ناخذ مساعدة ديوان المحاسبة في هالجانب وإفادتنا بالمخالفات الموجودة من 2009 إلى 2013. هذه قد تكون لأن البيانات طلبناها من ديوان المحاسبة، هالبيانات مو موجودة، كل المخالفات الموجودة موجودة، مخالفات قديمة 2006 و2007 و2008، فنبي نطلب منهم إن شاء الله أن يعطونا المخالفات المالية والإدارية في هالموضوع. أكد عضو مجلس الأمة عبدالله التميمي أن مكتب وزير الداخلية أبلغه صباح اليوم بإيقاف عمل التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون التي كانت تطلب منهم أو تطلب منهم قبل التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق. وأضاف التميمي أن إلغاء هذه التصاريح يأتي بعد شهرين من إلغائها عن المواطنين الكويتيين، متمنيا إلغاؤها أيضا عن أبناء فئة غير محددي الجنسية. تلقيت اتصال اليوم من مكتب معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، طبعا أخبروني اليوم صباح مبكرا بأن تم إيقاف عمل تصاريح الأخوة مواطني مجلس التعاون الخليجي الخليجيين بالنسبة للعراق، أسوة بوقف تصاريح الكويتيين في شهر يناير الماضي 9 يناير. طبعا لا يعني يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على هذه البادرة وهذا التعاون، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن يتم الرفع أيضا عن أخواننا البدون حتى نكون انتهينا من هذه التصاريح تماما، ونكون أيضا يعني ألغينا كل شيء بهذا الخصوص، ويكون السفر إلى العراق وإلى الزيارات ميسرا إن شاء الله لجميع المسافرين. قال وزير النفط هاني حسين إن الكويت أنتجت أقل من 2,900,000 برميل يوميا في مارس الحالي، وأنها تنتج 3 ملايين برميل في المستوى المتوسط.
وأكد الوزير حسين على هامش ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الكويت أن الانخفاض البسيط في الإنتاج جاء نتيجة لأعمال الصيانة. وأضاف حسين أن الملتقى الخليجي الأول للإعلام البترولي يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الصناعة البترولية والدول المنتجة، مشيرا إلى أن هناك دعوات للحد من استهلاك البترول ومنتجاته والترويج لمصادر أخرى للطاقة أكثر تلويثا للبيئة وأشد ضررا على صحة وسلامة الإنسان. تحت رعاية وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مركز ضاحية علي صباح السالم الصحي الجديد، ويهدف افتتاح المركز الذي يأتي بدلا عن المركز القديم إلى توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لقاطني المنطقة. افتتح صباح اليوم مركز ضاحية علي صباح السالم الصحي بمنطقة الأحمد الصحية برعاية من وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، ويأتي افتتاح المركز لتقديم الرعاية الصحية لقاطني المنطقة. المركز الجديد تم الانتقال إليه في أوائل فبراير الماضي لحين الانتهاء من إعادة تأهيل المركز القديم وتزويده بالخدمات الطبية التي يحتاجها. تم انتقال من المركز القديم إلى المركز الجديد في بداية فبراير 2013. الخدمات تقريبا هي نفس الخدمات اللي كانت موجودة. ونظرا لتزايد عدد السكان في المنطقة وحيوية موقعها، تأتي أهمية وجود المراكز الصحية فيها إلى جانب تغطية حاجة المناطق المجاورة لها. بعد انتهاء من ترميم المركز القديم خلال السنتين الجايين إن شاء الله، فيكون عندنا أكثر من مركز يغطي احتياجات المنطقة. تعداد سكاني في تزايد، بالإضافة إلى رواد المنطقة من رواد الشاليهات، المخيمات، المسافرين على طريق إلى المملكة العربية السعودية. فالمركز يغطي أكثر من شريحة، أكثر من طاقة استيعابية الفعلية للمكان نفسه. ويتضمن المركز قسم لرعاية الأمومة والأمراض المزمنة والسونار، يشمل 3 عيادات، كما يحتوي على 4 عيادات للأسنان. هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف كلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لحصولها على الاعتماد الأكاديمي ل3 تخصصات، معتبرا هذا الإنجاز تميزا يضاف إلى رصيد الهيئة في تقديمها الكوادر البشرية المؤهلة في سوق العمل الكويتي. حصلت كلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الاعتماد الأكاديمي ل3 تخصصات، وهي القوى الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية. وأكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف خلال الحفل الذي أقامته الكلية على أن هذا الإنجاز يعد تميزا يضاف إلى رصيد الهيئة في تقديمها الكوادر البشرية المؤهلة في سوق العمل الكويتي. بالتأكيد هذا جهد كبير ومتميز واستغرق من الوقت أكثر من 5 سنوات للحصول على هذا الاعتماد الأكاديمي. هذه هي الروح التي نتمنى أن تسود في مثل كلياتنا وفي مؤسساتنا التعليمية، خصوصاً التعليم العالي. هي الرغبة بالتطوير والرغبة بالتحسين والرغبة ببلوغ معايير عالمية في برامجنا الأكاديمية. من جانبه قال عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور وائل الحساوي أن جهود الكلية لن تتوقف عند هذا الحد، وسوف تسعى لمزيد من التطور والتقدم في السنوات القادمة. لم تكتفي الكلية بولوج مجال الاعتماد الأكاديمي والسعي لنيل شهادة الاعتماد، ولكنها بفضل من الله تعالى بدأت بتقديم برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية هذا العام، وقد استقطبت عشرات خريجي الثانوية العامة من أعلى المعدلات للدخول في هذا البرنامج واستمرت فيه، ونحن نعمل الآن جاهدين لاستكمال بقية البرامج الهندسية في أهم التخصصات وهي تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية. وأكد مسؤولو الهيئة أن اختيار مؤسسة الاعتماد الأمريكية جاء لأنها الأشهر بين مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في البرامج الهندسية، وتعتبر الأفضل على المستوى العالمي، حيث تم الاتفاق على تقييم 3 برامج وحصلت على اعتماد التخصصات 3 لمدة 6 سنوات.
نظمت أكاديمية سلطان الدولية لصعوبات التعلم معرضها الثاني تحت شعار الأنامل الواعدة للفن التشكيلي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في مركز عبد العزيز حسين الثقافي. ويحتوي المعرض الذي شارك فيه عشرات الطلاب على مئات اللوحات التشكيلية والمشغولات اليدوية. مدرسة وقفية تعتني بطلاب من فئة صعوبات التعلم وفرط النشاط وتشتت الانتباه، خدمات حقيقة تعليمية لهذه الفئة بطريقة وآلية وصورة مميزة. العدد الطلاب فيه قليل، لا يتجاوز 4 إلى 8 طلاب في الفصل الواحد، ويتم تكثيف التدريس عليهم حتى يكون في فرصة للمدرس أن يركز على الطالب أكثر ويعطيه يستخدم معه الوسائل التعليمية حتى يمكنه من أداء مهمته في المواد الأساسية اللي هي تعتبر الرياضيات واللغات العربي أو الإنجليزي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل تحذيرات من التدخل الأمريكي في العراق. يبحث الزعماء العرب غدا في قمة الدوحة ملفات عدة أبرزها الأزمة السورية، وسيلقي كلمة سوريا أحمد معاذ الخطيب الذي سيجلس على المقعد المخصص لرئيسها وسط تحديات هائلة تواجه مستقبل العديد من الدول العربية. تستضيف الدوحة غدا الزعماء العرب في قمة تكاد تكون تاريخية بالنظر إلى الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، إلى جانب رغبة عربية مدعومة من الغرب لحسم الأزمة السورية التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت نحو 3 ملايين شخص، وتكاد تكون سوريا هي البند الوحيد الذي فرض نفسه بقوة بعد المساعي القطرية التي انتهت إلى تمكين المعارضة السورية من السيطرة على مقعد سوريا في القمة العربية على أمل أن تتمكن من السيطرة على دمشق. وتأتي القمة العربية بعد محاولات فرنسية وبريطانية لرفع مستوى تسليح المعارضة السورية رحبت به بعض الدول العربية ووعدت بتوفير أسباب الدعم كافة، كما تأتي بعد مصالحة تركية إسرائيلية رعاها الرئيس الأمريكي شخصيا في إطار خطط أمريكية تشمل الأردن ولبنان والعراق، وتهدف إلى تسهيل حركة عبور السلاح والمسلحين إلى سوريا وتمكين المجموعة المسلحة من محاصرة دمشق والإطاحة برئيس السوري بشار الأسد. وفي هذا السياق يأتي الطلب الأمريكي من بغداد لاستئناف تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا، ودفع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى الاستقالة وتمهيد الطريق أمام وصول خصوم سوريا في لبنان إلى السلطة. ولعل الغائب الأبرز عن قمة الدوحة هو الأخضر الإبراهيمي الذي تراجعت مبادرته للحل السياسي في سوريا بعدما قفز الخيار العسكري إلى صدارة الدبلوماسية العربية، وسيكون أحمد معاذ الخطيب هو أبرز الزعماء العرب في الدوحة بعد قراره إلقاء كلمة سوريا من على المقعد المخصص لرئيسها بالرغم من استقالته من الائتلاف السوري الذي عجز عن جمع تناقضات المعارضة بشقين السياسي والعسكرية. ويبدو أن قدرته على حسم معركة دمشق تتراجع، ولن تنفع لا قمة الدوحة ولا غيرها في تحويل فوضى المجموعات المسلحة إلى قوة عسكرية موحدة، ولن تتمكن بعد ذلك أي قمة عربية في منع انتقال هذه الحرب العبثية إلى الدول العربية. كشفت محاولة اغتيال العقيد رياض الأسعد أحد مؤسسي ما يسمى بالجيش الحر كشفت عمق الخلافات التي تضرب المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، خاصة وأن محاولة الاغتيال جاءت بعد ساعات من إعلان أسعد رفضه لاختيار غسان هيتو رئيسا للوزراء، معتبرا أن مختلف أطياف المعارضة لم يتم تمثيلها أثناء جلسة الاغتيار. تتسارع التطورات الدرامية المتلاحقة على المشهد السياسي السوري لتدخل الصراع الدائر منذ أكثر من عامين في دوامة من الغموض بشأن مصير الحل السياسي،
وتأتي محاولة اغتيال العقيد رياض الأسعد أحد أبرز قادة ما يسمى بالجيش الحر لتضيف المزيد من التعقيد على المعادلة السورية، في ظل أن هذه المحاولة جاءت في الوقت الذي دخل فيه رئيس الحكومة السورية المعارضة غسان هيتو أراضي سوريا لأول مرة منذ تكليفه. العقيد الأسعد كان قد أعلن عدم اعترافه بهيتو ورفض ما وصفه بعدم التوافق الذي ساد جلسة انتخابه. وتفيد تسريبات أعلامية أن الأسعد أصيب في تفجير أثناء تفقده لبعض المناطق التي تسيطر عليها قوات تابعة له في منطقة دير الزور، حيث نقل على الفور إلى تركيا وأجريت له عمليات جراحية بترت خلالها ساقه. ويرى محللون أن محاولة الاغتيال تؤشر بشكل واضح لعمق الخلافات التي تعاني منها المعارضة السورية، السياسية منها أو المسلحة. إلى ذلك تشهد الحدود السورية مع الكيان الإسرائيلي توترا شديدا في ظل تبادل يومي لإطلاق النار، آخرها عندما أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا على موقع تابع للقوات السورية في الجولان. ويأتي الحادث بعد أن فتح الجيش السوري النار على دورية إسرائيلية بموقع قرب السياج الحدودي في هضبة الجولان. سياسيا، فتحت استقالة رئيس الائتلاف السوري أحمد معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف الوطني ما يعتبره بعض المراقبين تغييرات جذرية في خريطة المعارضة السورية، وبروز تيار رافض للتدخلات والإملاءات الخارجية يكون الخطيب ركنا من أركانه. وقد أخذ أعلان الاستقالة زخما وقوة إثر أعلان المنسق السياسي والإعلامي لما يسمى بالجيش السوري الحر لؤي المقداد أن الجيش لا يعترف بغسان هيتو كرئيس حكومة، لأن الائتلاف المعارض لم يتوصل إلى توافق حول انتخابه. ويكشف بيان استقالة الخطيب عن خلافات حادة مع عدة دول على خلفية التدخل في شؤون المعارضة، ومع أن البيان لم يؤشر إلى دول بعينها، ولا شك أن قرار استقالة الخطيب سبب إحراجا كبيرا لقطر التي تستضيف القمة العربية التي ستنطلق غدا الثلاثاء، خاصة وأنها تزامنت مع إعلان الدوحة أن القمة قررت منح مقعد سوريا للائتلاف السوري المعارض الذي يترأسه الخطيب. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية لواء منصور التركي، قال إن انضمام عدد من المواطنين السعوديين إلى القتال في سوريا يعد أمرا مخالفا للأنظمة السعودية. وأضافت تركيا أن الجهات الأمنية ستحقق مع من تثبت نيتهم الذهاب إلى سوريا بنية الانضمام للقتال وستمنعهم من السفر، مضيفا أن السلطات ستعتقل كل من ذهب إلى هناك حال عودته إلى السعودية. وكشفت تركيا أن بعض الأشخاص انتظموا في أنشطة تنظيم القاعدة في الخارج وقد يتوجهون إلى المشاركة بعمليات التنظيم في سوريا أو دول أخرى. دعا سيد مقتدى الصدر القوى السياسية في العراق إلى الحوار بعيدا عن التدخل الخارجي، مشيرا إلى أن معظم الأطراف في بلاده رفضت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الموصل والأنبار. وتصريحات الصدر جاءت عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبغداد، وصفت بأنها تدخل واضح في الشأن الداخلي للعراق. غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبغداد ولقائه برئيس الوزراء نور المالكي أمس، حيث بحث عددا من القضايا الداخلية والأزمة السورية، دعا السيد مقتدى الصدر القوى السياسية في العراق إلى الحوار بعيدا عن التدخل الخارجي. كما حث الصدر على إعادة اللحمة الوطنية ومحاولة الجلوس على طاولة حوار مع الجميع، مؤكدا أن المرجعية والشركاء بالعملية السياسية وجهات شعبية والأمم المتحدة رفضت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الموصل والأنبار. كما شدد على أنه لا داعي لتدخل وزارة الخارجية الأمريكية بالشأن العراقي المستقل. وكان كيري قد دعا في مؤتمر صحفي ببغداد الفصائل الثلاثة إلى الالتزام بالعملية السياسية، وأجرى محادثات مع ممثلين لهم من بينهم رئيس مجلس النواب أسامة نجيفي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. وذكر مسؤول أمريكي أن كيري طلب أيضا من المالكي والحكومة العراقية خلال المحادثات إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى. على الجانب العراقي، قال بيان صادر عن النجيفي بعد لقائه كيري إنه أكد له أن قرار تأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار يعد خرقا قانونيا يتنافى مع الدستور ومبادئ التجربة الديمقراطية في العراق، مضيفا أن الأسباب التي تم بموجبها التأجيل لم تكن مقنعة تماما، وأن القرار سياسي بامتياز.
وحول الشأن الإقليمي قال كيري إنه أبلغ المالكي أمس أن سماح العراق باستخدام إيران لمجالها الجوي بتحليق طائرات إيرانية يمثل مشكلة، إذ تتهم واشنطن بغداد بغض الطرف عن إيران لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما نفته طهران مؤكدة أن طائراتها تحمل إمدادات إنسانية فقط. نشرتنا متواصلة وفيها بعد حين. سجن باغرام السيء السمعة يعود للأفغان. ونبدأ من الملف المصري، حيث خلفت تهديدات الرئيس المصري محمد مرسي باتخاذ إجراءات لم يحددها لحماية البلاد خلفت مخاوف داخل أوساط المعارضة المصرية. يأتي هذا فيما شهد محيط مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر لليوم الثاني على التوالي تكثيفا أمنيا في ظل استمرار الحصار الذي فرضه أنصار رئيس حزب الراية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أثارت التحذيرات التي أعلنها الرئيس المصري محمد مرسي والتي أشار فيها إلى أنه سيتخذ إجراءات لم يحددها لحماية البلاد مخاوف المعارضة التي توقعت أن تنذر هذه التصريحات بحملة قمع ضد عدد من رموزها. الرئيس مرسي قال في تصريحات بعد المظاهرات التي استهدفت يوم الجمعة المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بهضبة المقطم في القاهرة إنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة بالتورط في التحريض على أعمال العنف فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم. ووصف مرسي المظاهرات بأنها عنف وشغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة مضيفا أنه سيتخذ ما يلزم لحماية الوطن. المعارضة من جانبها وصفت تصريحات مرسي بالمفزعة وحذرت من الإقدام على إجراءات قمعية تزيد الأجواء السياسية اشتعالا. إلى ذلك سادت حالة من الهدوء بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بعد تظاهرات استمرت طوال يوم أمس من قبل متظاهرين تابعين للتيارات الإسلامية اعتراضا على سياسات الفضائيات في معالجة الأحداث على حسب وصفهم. وتبقى عدد قليل من المتظاهرين الذين اعتصموا أمام بوابة 4 بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي رافعين رايات سوداء، كما منعوا الكاميرات التابعة للصحف والفضائيات من أداء مهامها في تغطية ما يحدث بمحيط المدينة. وفي السياق نفسه استمرت استعدادات وزارة الداخلية ووزارة الصحة بداخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث دفعت وزارة الصحة عدد 10 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي اشتباكات، كما استمر تأمين وزارة الداخلية بالمحيط من الداخل بسيارات الأمن المركزي. وكان متظاهرون من تيارات إسلامية قاموا بإغلاق جميع مداخل مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعوا جميع الإعلاميين من الدخول أو الخروج من المدينة احتجاجا على ما وصفوه بالغطاء السياسي من الإعلام لانتقاد الرئيس المصري محمد مرسي وسط اتهام المعارضة للرئيس بمحاولة إعادة وسائل القمع للبلاد. أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن اعتذار إسرائيل وحده لا يكفي لإحياء العلاقات بين البلدين. وأضاف أردوغان أن الكيان الصهيوني قتل 9 مواطنين أتراك ولذلك لن يكون هناك أي تطبيع دون أن تكون هناك خطوات عملية. إسرائيل قتلت 9 من المواطنين الأتراك في المياه الدولية. حاولوا أن يجدوا مبررات لهذه الفعلة، وسطوا الأمريكان والأوروبيين لإعادة العلاقات معنا، لكننا أكدنا دائما أنه لن يكون هناك تطبيع بين تركيا وإسرائيل ما لم يقدموا اعتذارا واضحا عن تلك الجريمة ودفع تعويضات لعائلات القتلى ورفع الحظر عن الفلسطينيين. كل أحزاب المعارضة التركية سخرت من الحكومة لأنها تعتقد أن هذا لا يمكن أن يحدث، لكنه حدث. الاتصال الهاتفي من نتنياهو خطوة للأمام، وسيكون هناك تطبيع إذا نفذوا ما وعدوا به. في باكستان أعلنت إسلام أباد اليوم أن وزير العدل السابق في مقاطعة بلوشستان مير هزار خوسو سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء مؤقت للحكومة والتي من المقرر أن تشرف على الانتخابات العامة المقبلة. يأتي ذلك فيما يستعد أنصار الرئيس السابق برويز مشرف أو أشرف الذي عاد من منفاه أمس إلى خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.
كثيرة هي التحديات التي تواجه الرئيس السابق برويز مشرف لدى عودته إلى باكستان، وفي مقدمتها ضرورة أن يستعيد تأثيره السياسي حتى يتمكن حزبه من الفوز بمقاعد في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 11 مايو المقبل، إذ سيواجه منافسين أقوياء من بينهم نواز شريف الرجل الذي أطاح به في انقلاب عسكري عام 1999. الفوضى التي تراها أمام عينيك ناجمة عن عدم موافقة الحكومة بإعطاء تصريح لحزب مشرف لتنظيم مراسم استقباله في مكان يليق بأعداد مناصريه. إلى ذلك يبقى التحدي الأكبر أمام مشرف في كيفية توفير الحماية الضرورية له بعد أن أعلنت حركة طالبان باكستان الموالية لتنظيم القاعدة أنها أعدت وحدة كوماندوز من الانتحاريين لقتل الرجل العائد إلى بلاده. يأتي هذا في وقت اختارت فيه لجنة الانتخابات القاضي السابق للمحكمة العليا في بلوشستان هازر خنخسو رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد فشل اللجنة البرلمانية التي تشكلت في التوصل إلى توافق في الآراء حول اختيار رئيس وزراء مؤقت، فيما تعهد خنخسو بتوفير الدعم اللازم لإجراء انتخابات شفافة. جدير بالذكر أن مشرف يواجه اتهامات بعدم توفير تأمين كاف لرئيسة الوزراء بنظير بوتو قبل اغتيالها عام 2007، كما يواجه اتهامات تتصل بمقتل زعيم انفصالي من إقليم بلوشستان، فيما ينفي مشرف ضلوعه في أي مخالفات. تحدي أمني جديد تخوضه السلطات الأفغانية بتسلمها اليوم مسؤولية قاعدة باغرام العسكرية التي تضم سجنا كبيرا ومعتقلين ينتمون إلى حركة طالبان. وتزامنت هذه الخطوة مع زيارة لأفغانستان لم يعلن عنها قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تخشى بلاده من عودة طالبان مرة أخرى للساحة. وسط علاقات يشوبها التوتر بسبب معارضة كابول لسياسات واشنطن العسكرية في أفغانستان، قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى أفغانستان. وعقد كيري اجتماعا مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ناقش خلاله مجموعة من القضايا بينها المصالحة الأفغانية ونقل المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية مع استعداد معظم القوات الأجنبية لمغادرة البلاد والانتخابات الأفغانية. وقبل ساعات على وصول كيري وبعد أشهر من المداولات تم حل أحد أسباب الخلاف الكبرى بين واشنطن وكابول مع تسليم الولايات المتحدة السلطات الأفغانية المسؤولية الكاملة عن قاعدة باغرام العسكرية التي تضم سجنا كبيرا ومعتقلين ينتمون إلى حركة طالبان. هذه المراسم تشير إلى أن أفغانستان واثقة بشكل متزايد ومتمكنة وتتمتع بالسيادة، ونقل المسؤولية الكاملة الآن يشكل شقا مهما في العملية الشاملة لنقل السلطات الأمنية إلى القوات الأفغانية. وعقب التسليم وقع الجنرال جوزيف دانفورد قائد قوة التحالف الدولي في أفغانستان ووزير الدفاع بسم الله محمدي على اتفاق يضمن المعاملة القانونية والإنسانية للمعتقلين. وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي التسليم الكامل لباغرام للقوات الأفغانية لعودة عناصر من المعتقلين المشتبه فيهم من طالبان والقاعدة إلى أرض المعركة مجددا. في آخر تطورات المشهد السياسي في قلب القارة الإفريقية، أرسلت باريس قواتها لتأمين بانغي عقب ساعات من سيطرة ائتلاف سيليكا المتمرد على عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى وفرار الرئيس فرانسوا بوزيزي من البلاد. من جهة أخرى دعت باريس وواشنطن المتمردين إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في يناير الماضي بين المعارضة والرئيس الهارب فرانسوا بوزيزي. وسط قلق أفريقي وغربي وبعد تدهور الأوضاع في البلاد، علق الاتحاد الأفريقي مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى في المنظمة، كما فرض عقوبات على حركة التمرد المعروفة باسم سيليكا التي استولت على العاصمة وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي. يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما إن أكثر من 13 جنديا من جنوب إفريقيا قتلوا، فيما أصيب 27 آخرين في القتال مع المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى،
خارجيا طالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قيادة سيليكا المتمردة بضرورة إقرار القانون والنظام في المدينة وإعادة العمل في أجهزة توزيع المياه والكهرباء، فيما دعت فرنسا على لسان الرئيس فرانسوا هولاند إلى احترام الاتفاقات الموقعة فضلا عن المحافظة على أرواح المدنيين. في المقابل تعهد زعيم المتمردين في إفريقيا الوسطى ميشيل دوغو توديا الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد بإجراء انتخابات حرة خلال 3 أعوام مشددا على احترام اتفاقات ليبرفيل للسلام تلبية لطلب الدول الصديقة وخصوصا واشنطن وباريس. يشار إلى أن حركة سيليكا قد سيطرت أمس على العاصمة بانجي والقصر الرئاسي الذي فر منه الرئيس بوزيزي إلى جمهورية الكونغو، غير أنها حاولت طمأنة الغرب بإعلانها احترام اتفاقات السلام الموقعة في 11 من يناير الماضي بين بوزيزي والمعارضة، والذي يقضي بوقف إطلاق النار على الفور وتحديد مدة عام كفترة انتقالية مع تشكيل حكومة وحدة وطنية. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج متفوقي الجامعة للعام الجامعي 2011-2012. الدوحة تستضيف غدا القمة العربية وتمنح مقعد سوريا لخصوم النظام، وحرب التصفيات داخل المجموعات المسلحة تصيب قائد الجيش الحر رياض الأسعد. المعارضة المصرية تنتقد تهديدات مرسي لها، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لا يزال مستمرا. للمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. أطيب المنى والسلام عليكم.